ومساكم الله بالخير وعلى سعود، مع انه بعض المتابعين بسناب زعلانين علي يقولون يا ابو مالك انت صرت ما تنزل شيء بسناب، اتجهت اليوتيوب ليش؟ الله يربع اليوتيوب بنفس السناب، لا بالعكس اليوتيوب افضل بسناب. اليوميات اللي تنزل بسناب بس ان حولناها كذا، خليناها يوتيوب، خليناها يوميات يوتيوب. فالشيء اللي ينزل اليوتيوب راح انزل رابطه هنا، اليوتيوب افضل تصوير واجود واحفظ ترجع له بعد 10 سنوات من الاحيات. ولا تزعلوا وخلوني مسعود. والحمد لله وصلنا سعود. ولد هلا والله، الله يحييك. سني شوف ابو عبد الله عندك، ابو محمد الحمد لله على السلامة. مساكم الله بالخير. يا هلا حياك الله. بالخير. انت تطالعنا ولا هالحين هي تطالعنا ولا ما ندري. ضغط قلوب. وين ساج يا محمد؟ يا ولد ساج انا ابتلشت في هالشمري هذا الولد. انا؟ هذا والله ابتلشت. حلومك يا سعود. حلومك. ما كنت بطلعه تدري؟ اي لا. بطلعه اخر شيء. استلموا مني رسمي. يا هلا حياك الله. شلونك يا رب؟ طيبين؟ شلوم؟ مساك طيب. ابتلشت بعد. متى وصلت ابو محمد؟ والله وصلت الاربعاء العصر. ما شاء الله. اي أيوة والله الحمد لله على السلامه. جيت اشوف الرجال هذا و ابتلشت اليومين وانا مبتلش. ليش؟ ما ادري والله. شوف انت ايش قاعد تسوي؟ شوف يديني، شوف يديني. انت شو مسوي بالله؟ بلون يدينك. اشتغل بحشو. شوف ولا شو؟ قال لك الغشيم، هذا الغشيم. هذا شو؟ هذا نيل حق الشماغ. النيل هذا وش تسوي به؟ انا القرع عنده. وينفع؟ لا والله ذكر ما ينفع. انا معلمه 20 مره ما ينفع، اعطيه العلاج لكن عوج. ايوه. ما ينفع كل شيء عملته. طيب هذا احد ذكره لك يعني؟ انا اعلمك. اي مثلا احنا ابو محمد يذكر له العلاج وانت تذكر له العلاج. لا يا اخي انا اذكر لك. ابي اسوي له تجارب كلها. شوف الناجح. بس لازم تخلي بين تجربه وتجربه على الاقل 3 ايام. اي انا الحين مو اليوم تسوي بكره تسوي وبعدين تبلش ما تدري اي علاج. انا دويت ثنتين طول العمر وبخليهن لهن 5 ايام 6 ايام اشوف عليهن. كان هو ضبط ابدا بهذا. كان العلاج العلاج الثاني وش هو؟ وش الثاني؟ بخاخ حق الصواميل هذا. حق الحلا. حق الحلا. يبي يرشهن. يا رجل. منو ذكره لك هذا بعد؟ واجد كلها الحلال يا اخي. في شيء اسمه صيدليه بطريه يا اخي. لا 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 ما روح خرطي خرطي. ليش خرطي؟ جربنا ما عندهم علاجات. لا 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 عندهم علاجات. ما عندهم علاجات. جربت؟ ما نفع؟ جربت الخل. الخل زي الخل هذا الابيض هذا خل الطعام ضبط معك. وابو محمد الدكتور دخلت سيارته ذاك اليوم فيها 3 4 قوارير خل. ايه قلت ايش اسوي بهم؟ والدكتور ابو محمد يقول لك ما عاد يشرب خل. اي لان الخل زين للي يعرق شفت. لكن طلع يداوي بهالبل. شوف كل واحد يعني يتطبب بحاجه وتمشي معه. انا انا شفت تجارب كلها. انا افكر لك بطب الليل واعلمك. ما خالف بس تجربه. ما ابدا. لا انت تبيني طيب ام القرع صدق والله. هيوة. اول عالجه هو عالج مخه والله. لاني بعبي انا كل هالمعلومات عبي يا اخي. انا يوم يجي لي واحد بعدين دامر ان القرع مخه مو لا انا بجيب له علاج الليله. يحتاج معروف علاجها. ها ترى ما اعرف. انا ما ترى ما عندي خلفيه. علاج يا طول العمر. انا ادري شلون. انا ببحث بجوجل وبشوف علاج وش هو وبعلمه. ما يحتاج انا اعلمك. ها انا علاج يا طول العمر. القرع عباره عن فطريات على الجلد. صح. ما فيها اي شيء. فانت تجي تاخذ كلوركس. ايه. مع ليفه. حلو. تحطه بماء وتنظف المكان بحيث ان الكلور يقتل الفطريات هذه كلها. طبعا اللي في الناعمه مو الحديد. ما لا إيه؟ الناعم البلاستيك. الناعم اي شفت. تنظف ولا تنظف تغسله بمويه دافيه بس كذا. وبعدين تحط عليها اما تحط عليها فازلين. ايه معروف. او تحط عليها المرهم الكبريت. وبعد كم روح؟ لا مرة واحده بس. مرتين ثلاث يقشر. مرتين ثلاث يقشر. طيب سويتها؟ لا لا ها. هذا بعد جاب لي علاج جديد. مو جديد. انا قايل لك قبل ما تبدا الخنبقه.
الحين تدري شلون انا من عمل 40 هم حشوه شلونه طالع بنفسجي انا من عمل 40 بشوف انا الحين بشوف انا ربيع طيب من عمل ربيع طيب هم ولا راح لا ادوي ويروح فتره ويرجع لا لا يروح حشوان تروح وحشو ويبقى ويولد تلب الحين تشوفه احداث ثاني مره صارت بنفسجي والله بروح اشوفه بس بتقاه بس بتقاه وانا اذا ما عجب راحت للسهره والله اذا ما عجب حفله الليله عندي يلا بتقاه بتقاه بنشوفه شوف شوف الناس شوفه ها شفته والله اليوم بنفسجي يا خلجو حلو ولا يشلمك سلام اليوم شفت الغار حقنا ها هذا شب بنبو ناس من امس يعني امس مليان عليه زحمه اقول لك العالم امس الجال هذا كله مليان امس فيه ناس واليوم جات الناس والبارح تدري فيه مطير مطروح هذا البارح تدري متى طلعوا وثنتين بالليل مشوا ثنتين وفي ناس جلسوا للصبح مروني اليوم من اهل من اهل القصيم والرياض تعال اي والله ثلاثه من القصيم و الناس تمشى وتستمتع وتونس اي والله الله يجيب الخير ويجيب المطر ان شاء الله منو ابو سعود لا بكره يجي نكلمه ايه يلا يلا خلا بكره يجي ولا عاد يطلع يطلع وين سعود اقول له يروح لا امسكه توم شلبي تعرفه شوف شوف يلا مشينا القيمات قيمات خلينا نشوف اذا جاء امسكه ولا عاد يروح لا ايوه هو محسب حساب الكلام حرارة 29 امس موت اليوم يا احمد اليوم حر غريب موت يا رجل انا علمك غيم ها شوف الصبح ها الصبح يمكن 10 او 9 الصبح حر موت يا رجل والله حر اليوم انه حر اليوم والظهر حر والظهر حر حر انا نمعان كيف الواحد عموما اذا صار بها غيم بيصير بها حر بس العاده انا صار بها غيم الحر بالليل مو يعني بالنهار بهما مسحاتك لا صدق مو مبين وين؟ مو مبين مو مبين بس مبين من لونين هن هذا شوف البيده بيده بيده شوف البيده تحت تحت وين؟ البيده بيده بيده راح هناك راح هناك ايه ذاك هنا ها هذه هذه شوف جنبه هذه رقبته هذه لا 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 جنبه لا جنبه متحكك تم هذيك جنبه جنبه حط هذه ما دويت حطها خطين لا 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 هو واضح بس بس تعال بس 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 قرب 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 ها البس طاقيه البس البس شو اسمها الطاقيه هذه هذه ايه طاقيه توم شلبي تعال بس طاقيه توم شلبي شو اسمه توم شلبي توم شلبي طاقيتي هذه بس انا تذكرته كنت من الناس اللي تابعت المسلسل هذا هذا شفته وين؟ ايوه صدق انه حار يا ابو محمد صدق انه حار خل شوف اتحكر الحين هذا نيل اي نيل حق الشرطة تبي تقي تم شمبي ها تقي تم شمبي يا طويل العمر بالله اصبر بصوره بصوره اي خشمي شوف شوف كله خشمي شوف اي هذه نهايته يا ولد اللي يضرب لنا هذول لا ما يضرب ها ايش جاني ابو محمد يحلق ايش جاني ابو محمد يحلق وجاء الزول وانا اطرح له الحاش ها ويجي هو يقول هاللونه ويقول هاللونه مسكين ايه ويتصلون ثري حاصلهن على الزاويه ويتله ابو ما رجابه الله انه مع شطيته يا مرهم حضرن علي اعوذ بالله ايوه الحين ابو محمد نرجع لموضوع القرع ايه انت تقول لي قبل شوي وش اللي تستخدم كلوركس كلوركس مع ماء مع ماء ايه وتفرك تنظف تنظفه بال بليفه بلاستيك خفيف حلو تقشر تقشير يعني مو بدا تقشير لين يطلع الدم لا بس تقشير زين تنظيف بعدين
تنظفها بماء دافي. حلو. ها؟ وبعدين تدهنها اما بمرهم هذا الكبريت. ايه. او بفازلين. بس عشان تضمن انه يمنع الهواء. ما يصلها. الهدف انك تمنع الاكسجين لا يصل للفطريات. ايوه. لانها جلدية هي بحتة. وانت مجرب العلاج. هذا العلاج هذا. العلاج هذا تروح مرجع هذا العلاج. ما شاء الله. راح اوريك اياه، راح اوريك اياه اللي فيها. انا حاشيه يا طويل العمر. راح راح. خلنا نشوفه والله انا. انت شفت الحين شلون البل صارت انها بنات ثانويه. لا تدري وصفر ما هو مبين لهن واضح. اعوذ بالله. لا الحين صار وضع. لكن ممكن اللي يعاني من القرع هذا علاج مجربه ابو محمد. هذا علاج يستفيد منه. هذا العلاج الفن على قولتهم العلمي. ممتاز. بعضهم يحط زيت وبعضهم يحط زيت هذا بريك وبعضهم يحط هذا اللي بيرش عليها اداء حق المسامير لما يجوا الصواميل. طيب ما ينفع. انا عندي ابو محمد انا جايتنا الحين وحده هالحين. ايه. كان حاطن عليها مثل هالشغل راعيها. ايه. والله منتهيه متنفخه. ابو محمد. انا مره يا طويل العمر من جلال بكره يوم رايته ما فيه بياضه هنا. وحنا نشيل الجلال. يوم شلنا الجلال. ايه. يمر بس السنام والباقي كله قرع اللي هنا. ودود خضر. ايه. بيضة ان شاء الله الوبر مع الجلال. اعوذ بالله. يمر ما معي شيء وانا اطرح يا طول العمر عندي جلون دلال. شوف دلال. دلال وش زيت. 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 دلال. زيت. زيت. زيت اكل. وانا اروح يا طول العمر وانا اخلي السودان يجيبه. زيت بت هلو ما عنده شيء. وحنا نطلاطلي نحكه بك الرضام حك ما حطينا الابيض اللي عليه. جنوبه كله جنوبه من يمين ويسار بس راسه وسنامه اللي بعد. وحنا نطلعه بالزيت يما ابدا تودن تودن بالزيت. غرقته تغريق ابدا ما اخذت شهر والله ما بها العود. طابت. فانا اسوي تجارب الحين عندي حاشيه بعد بها كم قراءه ابي اسوي سالفه ابو محمد. وعندي حاشيه بقراءه ابي اسوي سه ابي اسوي يعني كذا تجارب كل شوي اسوي تجارب. يا اخي ابو محمد احس انه مو مصدقك. لا ادري احس انه سويت مو مصدقك. شوفوا لا انا مصدقه. طيب انا ابو محمد جانا عطانا انا قايل لك لا تعالجها عالج شوف وسعودي يمكن لو يسال انا احد اعطيه انا علاج وسالت واحد وعطانا علاج وسالت ثاني وعطانا علاج يعني كل واحد جرب. ايه ها ابو محمد جرب الطريقه هذه مشت معه. مين جربت هذه الطريقه العلميه؟ احنا ما ندري بج وش صارت ما ندري ان احنا انا اشعل لا هو سعودي بيجرب على بكره علاجك يا ابو محمد اللي انا فهمت منه يبي يجرب على بكره ثانيه علاجي انا مثلا. اما الخل شوف من اللي ينجح الخل الابيض ثلاث ايام سابقه هذه يا ولد صارت ثلاث ايام الخل الابيض ثلاث ايام يحشب له يا مره يسوي جو محترق الخل غير عشان حامل. ها بثلاث ايام حسب الحساب. انا مجرب ولا اطلع الا الخل. الحين بوريك اياها. بس ان الخل ملعون يبيك كنت تحكه ياما يطلع دمه ياما تشيل تنظف المكان تنظيف كله. وتحطه عليه. تمام احنا رايحين الحين نشوف عاد بكرة ابو محمد. لكن علومك يا سعود والله انا لي اسبوعين صرت ما جيتك صح؟ الله حياك الله ايش في جديد وش اخبار جديده؟ لا جديده ولا شيء نبدا بس طيب هذا ايه؟ محمد يروح للرياض وينكس يا طول العمر ونتعلى احنا وياه وهذا والحمد لله والشكر الحمد لله يا برا هناك قهوهم قهوهم ما شاء الله ما شاء الله شفت اللي هناك شفتها اللي عند الرحول ايه هذيك محرقه ايش رايك فيها يا ولد ما شاء الله تبارك الله هذه معالجه مو علاج الاخ نيله اجته كنيله يا سعود وين يصبر انا اعرف هذا بشوف بس انا ما بيدخل بال بالوسط هذه اسمها نجد شفت هذه اللي نزلت راسها هذه ولا اللي وراها؟ لا 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 الحشد. ايه. هذه. نجد. ها؟ وين؟ شفتها؟ هذه. ها شفتها؟
خمس سعود وراك اللي تو اقول لك ايه شفتها هذه رشا عديناها خلها تجي خلها تجي وقف 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 شوف محل هذه شغله التفتات ايه خلها تجي هذه اللي قفت هذه كان لاعب في ابو هرجه هو اللي بهالقرع هذه على جنب ريتمك ما شاء الله محرقه هذه نجد اللي وراها شفت هذه ايه اللي عندنا هذه نجد شفت هذه محرقه شفتها ما شاء الله هذه كانت قرع كلها هذه كانت قرع كلها يا ابو محمد ونفس العلاج اللي استخدمته عليها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا هو اللي ورا هذا هذه صارت بيني وبينك سعود المرايا بالله لا كسرنهن اصفطهن اضربهن سعود اضرب المرايا بالله ايوه هذه ما شاء الله ما شاء الله غرنوقة ايوه مرايا هذه بعد دفه بلعبة خوفت انت ما تلعب قاعد اقول شو هذا ما شاء الله هذا شو اسمه هذا محمد؟ رشا رشا ولد هذا وش يسوي هذا؟ هذا عادي هذه حراقه هذه حراقه هذه حراقه اوه يا هذه فاطر ولا؟ هذه سورية شو اسمه؟ سورية سورية ايه على سورية ولا سورية؟ السورية من ابل السور من ابل السور؟ ايه السور من طيري طيري ونعم والله مبطي عندك هذه صح؟ سعود ابي اركب الرحول انا ابي اركب الرحول ها نو خوهلي بالله ليه مو هادي هلا هادي هذه ها هذه غاده وين هذه انا بركب الحين هذه سوي على جنب هذه ما شاء الله هذه غاده هذا غاده الراس ها غاده عبد الراس بسم الله لا يقوم على طول ها لا الا يقوم على يقوم على طول اول ما تركب طف وارجع طف واركب عاش وماي واو ويحي استغفر الله بسم الله ها لا وين ابطح يا ولد هذا ما تحت ما تحت شيء هاي شلون عادي شيء وتزينني وانا وين ابطح يا رجل خلي ابطح وصل عاش ابو مالك عاش ايامك تبي تبطح رايح حلال هي والله تبي تبطح ها ما شاء الله شوف هذا والله لا هادي 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 امس شدوا كذا اللي يبغى ايوه هذا الفرامل حتى هذا فرامل
اي ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه غادة يا ابو محمد. اي ما شاء الله. والله شوف سعود. هذا اكثر من حق من محفوظ. اي هذا يلف الدركسون ويمشي. لا لا بس لا ما عليه ما شاء الله ما شاء الله ابو مالي هل بتمشي وراك ما شاء الله والله اي والله ها اي لا ما عليه الحين ما بنزل نوخ قل له اخ يا اي مس اي نوخ شد عليه شد عليه ايوه ايوه ابو مالي عاش ايوه امسك امسك رسينه لا تطرقه ايوه خلاص ما شاء الله عليك يا ولد راعي حلال خيال ولا ما يقال خيال قال لا لا قال يقول رجال راعي حلال وراعي باعر هاي بيركب شوف هذا الناس تعرف روح هلا بركان الحمد لله السلامة يا حلابك والله مرحبا يا عم هلا ابو سعيد كيف الحال؟ شو الدرب اللي عليه؟ لا ناقة ولا جمل ابو شفق يدور والله ايش يدور؟ ابو شفق اي نعم يجرب يدور الطيور اي لا هو من هناك ترى مطرحين طير هنا بالله السيارات والله شوف لي حمامة لا والله يا ابو شفق والله انا جزت لي البل زين ما شاء الله شكلي بنشتري شفناك والله ما شاء الله خيال اقول لسعود خيال قاعد يضحك عليه يقول خيال مع الخيل مو مع شوفك من الخيال تمشي يمكن يمكن انا قلت انها تمشي طلعت ما تمشي لا بنشتري لنا احنا شوف احنا بنجرب نشتري انا واحده وانت واحده ونحطهم مع ابو محمد ما عندي مشكله ونشغله كل يومين جايين والله بنشوف حلالنا ايوه لا لا ما شاء الله والله ايش رايك؟ انت عقب ما طيت هالرحول والله انفع اعرف والله مو كل واحد يرتب لا احنا بنجرب لنا واحده واحده نحط عند ابو محمد ونضرب تشوف ونشغله كل يوم احنا نطبين عليه ايوه والله جاي نشوف حلالنا هو شيء يقول عند حلال اي والله عند حلالنا شكلك مش مرجحه اي يلا يلا مشيرخ انت طيب وحنا نستاهل والله احنا نستاهل هو طيب الله يبارك له بحلاله امين خلينا نتمشى مع البل يلا يلا ابو محمد ايش رايك بالمشروع؟ الله يجزاك خير ما ادري عنك مشروع الناقه انا بشتري ناقه هو ناقه ايه وكل يوم سلام وكل عليك. يوم سلام عليكم والله جاي نشوف حلالنا والله ما عاد ما عطل وبنستحل الغرفه والوايت ايوه يتبدا كذا ترى ايه شوف ابو محمد شوف هالجبل تقص فينا ايوه هذا ساندستون ايش ساندستون حجر صخري رملي اسف ساندستون ساندستون اي والله سبحان الله تقص فينا اي والله الحال وجاي سبحان الله كذا ما شاء الله عندك معلومات يا ابو محمد بصخور وبا دارس جيولوجيا يعني جزء من دراستي جيولوجيا احنا الليله بناخذ لقاء بري يعني مو رسمي لقاء عن مع سوالف مع ابو محمد ويعطيكم سيرته الذاتيه غرزنا يا سعود ابو عم يشوف الطيور هذين شوش غرزنا تشوفوه فما بحرق عليكم اللقاء راح اللقاء راح يكون جزء لحاله اللقاء والله طاره سوالف ودردشه دردشه ويعطينا ابو محمد شيء نستفيد منه ما شاء الله عليه ابو محمد موسوعه لا انت ما شاء الله عليك هذا ترى احسن ما بي في السلسله حقتك العفويه هذا المطلوب يا ابو محمد انا والله شوف يا ابو محمد يعني انا ما اخفيك وما اخفي الجمهور يوميات السناب صارت يوميات يوتيوب يعني معروف عنها اليوميات ما به تكلف ولا به احتراف ولا به هذا الاصل سؤال فكت نزله بس ايش عندك وقفت؟ بعدين صقر ما يدري وشو؟ وين الدور؟ اخو الدور يا اخي وانا عمنا ابو ايش اسمه دربينه ونشوفه
الشاص هذاك وشو؟ يابش تبعنا هذا الشاص حق واحدة الشيء ذا الزهنية ما شاء الله هذه ناقة الرجال شفت حلا هذه اللي قدامي حلا هذه؟ هاي اللي تلتفت هذه شوف ايه اسمها حلا يا احمد ها تاجوج وين اي هذه هاي تاجوج 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 ايه رده رده جاي ما شاء الله ها وين انا جتني هذه هذه برشت بي هذه مش وين هي تحدني هذه هاي تلف وراي ما شاء الله ها ها زعلان عليك يا ولد الزبالة هذه مزينها ما شاء الله ما شاء الله ها ما شاء الله سم اذكر هذه يضرب والله وين انا بنمس ايه هو هي ما شاء الله عليه ما شاء الله ما شاء الله 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 هذه والله الراب هذه وربوها وهو قعود ولا بس لا هذه بوها من بعرينة هذه ايه ما عندك ما شرك بعود ما وعليكم السلام يا ابو شفك وين اللي بيركب الرحول هي ها جاهز ابو شفك وين يا اخي انا صرت اشجع منه وركبت يا صادق يا صادق يعطيك العافيه جبل الرحول هات الرحول بركب جبل الرحول جبل الرحول بركه عند خالد لا 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 ولد ايه ابو شفك لا ايه صدق ايه هلا خلنا نركب لا لا ليه يا زوج لا لا تصدق انت لا تصدق كيف الحال؟ يطلع خيال احسن منه جيبه ليه يا سعود؟ لا لا خلوا يركب لا يا رجال هذا وين؟ ترميني تبعك اي والله هدية والله هدية لا يا رجل ما عندنا احد غيره يا رجل ها؟ لا يا حبيبي لا بارك والله هالنقوط هذا هو صار والله بارك نحافظ عليه يعني وبعدين هذا خالد دكتور اوه المفروض يكون متعلم يركب والدكتور يا اخي يجلس شهر يجي اسبوع ها وافقت على مشروعي وشو ناقه وانت ناقه نركب لا لا نبي نشتري نشتري ونحط عند محمد انا محمد احنا مالنا شغل والله ما عندي مال بالنهاية بتعوضنا ظاهر ساعد قومه قوم ساعد ويوصل حنا نجي حنا نجي خل ساعد قومه يوصلك خلاص قومه هو ساعة يقول برد ساعة قومه تعودان ما شاء الله هديات لا تخرج يلا هذا ما نفعلك يلا يلا جيب أخبار زينة ابو شفق دخل مخه المشروع ميادة وين هي الا والله وفيها عرفتها ايه ميادة وحورية رشا ايوه رشا رشا ايه اسميه منقيه تنقيه دكتور قبل يسمون الورعه ويسمون ما ادري صفاقه وصفاقه الحين شوف اسماء 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 ناعمه زراعه مسحر
سميه غير شكل الدكتور صراحه. اي والله انا كنت بسمي هدى بس الان هو انه وين غير شوفه ليه هو انت عن هدى؟ لا تصلح لا تصلح لا لا اسمع انا بطلب منك اسم اذا جاك شيء في اسم ابيك تسميه اميره اميره ايه تي مو زين سميره لا مو سميره لا اميره 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 والله مفروض ايه ان شاء الله وعد واحد واحد كفو شو اسوي وين حورية ما ادري ميادة ها؟ ميادة جايزت له ميادة شو خمخص والله مشينا يا ابو شفك نبي نعلف نبي نتعلم التعليف انا وياك مشينا ان شاء الله عشان يوم نشتري نياق يوم رحنا جاهزين يوم رحنا جاهزين كامل انا اليوم ركبت والحين بروح اتعلم شلون يعلفون يلا يلا هل عرف تعلم نشتري كل واحد وحده ونرميه عند ابو محمد هي هي كل واحد يشتري له نويده ويرميه اشتركوا معلم الدعوه يعني نشبه اشتركوا بالعضله هل ما نشبناك من نشب يلا نروح ننشب ها نسوي قهوه نصلح لكم هذا شو اسمه كابتشينو فسقانه لاتيه فسقانه لاتيه هذا مشروبنا الجديد ها فسقانه لاتيه كف انا متى يا اخوي يا ولد هذا الاسم يغري الحال الخلطه الخلطه اي والله والله يغري الحال فسقانه لاتيه يلا 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 لا 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 خليك مثل الرجال ما اقدر اقول انا يصور انا ايه خليك مثل الرجال قلت تراني اشتكيكم لا حد لا الاسم من الحين من الحين موثق الاسم الاسم موثق خذ التراك ولا احد يسوي عليه فسقانه لاتيه لا لا اشتكي على طول لا هذا هو فسقانه لاتيه هذا هو موجود الحين وموثق الحين الاسم عليك الرجال اي فسقانه لاتيه طبعا فسقانه المنطقه هذه اسمها الفسقانات فعصير ابو محمد فسقانه لاتيه مو عصير مو عصير منو قهوه 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 هذا احنا خلطه حلو طيب اللي هو عاد لك ولا ابو محمد هو الاسم والله احنا مشترك كلنا مشترك الرجال ما له علاقه مشترك الحين امشي خمس ايام والله ما طول ها نفرش برا لا 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 هنا هنا طريقي بس خلوه يجي وشو هو عبد الحميد ايش تبيه ابي انا اعرف يفتق هذه يفتح عبد الحميد الحين يصلح لنا اللاتيه ونبي نفتح هذا ايش اسمه الولد مالك ابو مالك ونعم هذا بعد ابو مالك اي كله شوف ان ابو مالك الحال وبس ها اخر واحد سناره اي دخله هنا ها ابو محمد ها جاهزين لك الليله بنشف ريقك الليله الله يحييك الله بنشف ريقك الليله يا مرحبا يا مرحبا تربعها اليوم اخترعتها طعام محمد فسقانه لاتيه هذا فسقانه لاتيه ظبطناه من الحين ايه الخلطه نجحت كيف بالله فسقانه لاتيه والله طيبه فسقانه لاتيه طيب بالحيل والله اي والله هذا يمكن غير نجدد الفريج مره ثانيه ما يكفي لا ثانيه وثالثه محمد سام طلبك شوف اليوم المقابلة نبي سعود يقدمها اللي تبي لا حنا نبي نمقلبه ايه هو يقدم زي خلاص توقع ايه نبي هو يقدم ايه خلاص زين انا حاطه هذه خلنا زين بس نعم خوي يا سعود ابو ركاب هلا نبيك تحط على سعود خلاص نبي قبل نبدا المقابلة نجيبه عند ابو محمد وتقول يلا تفضل سعود يقول لك شلون قل ما هو شخص شلون انت الا جاك رجال تبي تسأل تبي تسولف انت ياه؟
وعطنا المقدمة. أنت تسأل وأنت راعي الحلال وأنت اللي تعرف أعرف مننا أيضا. نبي نوهقه خلاص. نبي ننكبه. خله يجي. أنا جيت اليوم متبهدل ثيابه بنفسجي لابس. ها؟ بنفسجي. هذا حق النيلة حق الثياب. إيه الغترة. إيه دهن بها نيال. الحوارة. والله بردت. اي والله صدق. الله يعطيك العافيه على هذا اللقاء. والله اسئلتك جيده. الله يجزاك خير. طبعا لقاءنا مع ابو محمد راح ينزل جزء ثاني للحلقه هذه. الله يجزاك خير يوفقكم. نعطيكم تقرضها. اي هاي سلطه. اقرضها.